عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي صوت الساحل التونسي. لقائنا يجدد في برنامجنا لقاءات وحوارات، اليوم في استضافة من السيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة السيد نجيب زبيدي، باش نحكيو على الاستعدادات للموسم الدراسي 2017-2018، شنو ما البرامج، شنو ما الاستعدادات، وشنو ما أيضا القرارات اللي لازم نتخذوهم على عاتق المندوبية، شنو ما الجديد. عسلامة سي نجيب. مرحبا بك وبكافة متابعيكم، رحبوا بكم في المندوبية الجهوية للتربية بسوسة في مفتتح هذا الموسم الدراسي الجديد. الموسم الدراسي هو متعدد الأوجه، والاستعداد ليه في الحقيقة يبدأ منذ نهاية السنة الماضية. يعني بالنسبة لي نحن أعمال الاستعداد لكل سنة دراسية تسبق انطلاق سنة دراسية بأشهر طويلة، ونعد من خلالها الموارد المادية المتنوعة من فضاءات مختلفة، قاعات، تجهيزات، مخابر إلى غير ذلك، ومن موارد بشرية أيضا، يعني الإطار متاع التدريس، إطار الإشراف إلى غير ذلك. هذا الكل في الحقيقة يعني حذرنا منه القسط الأكبر والأهم. الآن احنا في طور المتابعة الدقيقة لبعض المؤسسات ونضع اللمسات الأخيرة، ولكن نجم نقولوه أنه بشكل عام يعني انطلقت السنة الدراسية انطلاقة عموما مقبولة ومرضية رغم الصعوبات اللي لا تخفى على أحد. لكن للموسم الدراسي أيضا بعد آخر لا يخفى على الجميع، باعتبار ما بين العلم والدراسة من ناحية والثقافة من صلة، ووزارة التربية عندها اهتمام كبير خصوصا في هذا الظرف بالبعد الثقافي الذي خصصت له إدارات تعنى به، وكذلك شراكات بين وزارة التربية وبين كافة الفاعلين في الحقل الثقافي، وهنالك برامج وأنشطة ومهرجانات ولقاءات ومواعيد مختلفة ومتنوعة تستجيب خلال السنة الدراسية لكافة الأذواق والمشارب والهوايات أيضا التي تتفتق في الحقل التربوي الواسع لكافة فئات التلاميذ من الأولاد مثل الوليدات في الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي، وتتنوع الأنشطة من النشاط المسرحي إلى الإبداعات الأدبية إلى التعبيرات الجسمانية المختلفة إلى الصورة والسينما وإلى الإلقاء إلى الكورال والإنشاد. إذن هي أنشطة عديدة جدا متنوعة جدا تحاول في هذا الطيف الواسع اللي تقدمه من الأنشطة وزارة التربية للتلاميذ الاستجابة لمختلف الأذواق والهوايات، وكذلك طبيعة المدارس أيضا، المدارس الحضرية فيها أنواع متاع أنشطة نجم تكون مختلفة شوية على المدارس الطابع الريفي أو غيره. يوم السبت الماضي في سوسة في انطلاق المدرسة الأعدادية النموذجية بسوسة تم إعلان انطلاق الموسم الثقافي للسنة الدراسية 2017-2018. كان ذلك في حفل كبير، حفل بهيج، شارك فيه الجيش الوطني من خلال تشكيلة من الجيش لعزف النشيد الوطني وتحية العلم ورفع العلم، موكب رفع العلم رافقته إذن هذه التشكيلة من الجيش الوطني، وأضفت على الاحتفالية جوا بهيجا جدا. وتم خلال هذه الاحتفالية اللي دامت الساعة الأولى لليوم الدراسي من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة عرض بعض الإبداعات اللي شاركت بها ولاية سوسة والمدرسة الأعدادية النموذجية بسوسة اللي أحرزت على جوائز وطنية، ولذلك فإنه تم اختيار هذه المؤسسة لإعلان انطلاق الموسم الثقافي المدرسي على سبيل التحفيز. ودعونا كافة الفاعلين في الحقل الثقافي في الولاية
للإعلان الرسمي عن انطلاق الموسم الثقافي المدرسي، لكن سبق ذلك في الحقيقة بيوم واحد لقاء مع كافة المديرين، وتم النظر في مختلف الصعوبات ومختلف أشكال إنجاح الموسم الثقافي المدرسي لهذه السنة. إذن الانطلاقة نقول إن شاء الله كانت جيدة وطيبة، المتابعة تبقى متأكدة، ننتظر مشاركة مميزة لولاية سوسة في هذا الموسم الدراسي في الأنشطة الجهوية وكذلك في الأنشطة الوطنية المختلفة، هذا فضلا عن برامج جهوية يمكن تختص بها المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، من ذلك مثلا تعميم المسابقات بين المدارس وبين الأديديات وبين المعاهد وفق رزنامة متكاملة سيتم الإعلان عنها قريبا، مثل ماشي مدرسة ولا أديدية وإلا معهد من المعاهد في المندوبية الجهوية للتربية بسوسة ماهوش باش يشارك في المسابقات هذه. إذن هناك مسابقات واسعة فضلا عن أنشطة أخرى يمكن أن تثري المشهد المدرسي بشكل عام. أعطيك الصحة سي نجيب، نشوفوا إلي الأجندة في على مستوى ثقافي ثرية جدا، فمولداتنا زادة عندهم المتنفس الثقافي اللي يشوفوه يعني باش يروحوا على أنفسهم يعني من الضغط الدراسي والامتحانات، هذا على مستوى ثقافي نجم نتابعوك إن شاء الله في الموسم هذايا إن شاء الله. نشوفوا إلي ولاية سوسة أخيرا يعني في المراتب الأولى يعني في نسبة النجاح اللي فما يعني معدل سنوي مشرف في ولاية سوسة، في المستقبل شنوما التحديات اللي يشوفهم سي نجيب الزبيدي باش يكون يعني موسم دراسي ناجح؟ التحديات المستقبلية تحديات كبيرة، أولا النسبة أو الرتبة المتقدمة لولاية سوسة في النتائج وفي الامتحانات الوطنية ننظر إليها بعين الطموح، ماذا بنا إذا كانت تحسن النتائج هذه؟ نتائج هذه للأسف الشديد خلال السنوات الماضية يعني ما سجلتش التحسن اللي حشنا به، بل ربما بعض التراجع، لذلك هنالك في الحقيقة ورشة كبيرة نتاع تفكير، نحن منفتحون كمندوبية جهوية للتربية على كافة الطاقات باعتبار هذا الشاغل هام جدا يهم الجميع، وقريبا جدا سنفتح ورشات كبرى للتفكير وللحوار مع كافة الفاعلين من أجل تحسين النتائج المدرسية بما تستحقه هذه الولاية وبما يبذله الجميع من طموحات. هذا الطموح متاعنا الأولاني. الطموح الثاني هو توفير الشروط الملائمة لهذا النجاح، من ذلك الاشتغال على البنية التحتية خصوصا، وهنا ربما نفاجئك وربما نفاجئ بعض السادة المتابعين، هو أنه ما تشهده الوضعية وضعية البنية التحتية في ولاية سوسة في عدد كبير من المدارس الابتدائية وفي المعاهد والأعداديات وضعية تتطلب حلا عاجلا وعميقا، يلزمنا جهد كبير كبير برشا زادة كذلك في صيانة المؤسسات التربوية، في تجهيزها التجهيز اللائق، في البناءات والتوسيعات، في الحقيقة الفضاءات أغلب الفضاءات تحتاج إلى اهتمام كبير وكبير برشا، هيك علاش هذا من الأولويات، من أولوية الأولويات هو إعداد فضاء التعلم. فضاء التعلم ماذا بينا إذا كان يتحسن، وإن شاء الله ثم جهد وحملة كبيرة سنقودها خلال هذه السنة من أجل تحسين فضاء التعلم. الباب الثالث أو الوجه الثالث اللي سنفتح من خلاله حوارا إذن أيضا مع الجميع هو طبيعة يعني سد النقص الفادح اللي لاحظوه في الموارد البشرية خصوصا في قطاع العمل، ثم نقص كبير فادح جدا عن 14 مؤسسة ابتدائية 14 مدرسة لا فيها لا حارس لا منظف، إذن هذا وضع مهوش به ونحاول نجد له الحلول الملائمة، وأيضا إلى جانب النقص الفادح في القيمين، إذن عنا نقص كبير في الموارد البشرية
ما نخشاه إذن هو أنه تظهر شيئا فشيئا وقت اللي أعوان التأطير يكونوا ناقصين. بدأت تظهر للأسف الشديد وهذا نقوله بعض المشاكل يعني من التجرؤ على الفضاء التربوي. يوم السبت برك كنت حضرت في مشيت على جناح السرعة انتقلت إلى مؤسسة وهذه مهيش المرة الأولى للأسف اللي نلقاو فيها أغراب اقتحموا المؤسسة التربوية واعتداوا على تلامذة داخل الفضاء التربوي وأزعجوا كذلك المربين وتلامذة داخل المؤسسة التربوية. إذن هذا ناتج من جملة ما هو ناتج كذلك على نقص في إطار التأطير. إذن هذه من التحديات الكبيرة إذا كان نوصلوا سنة باش نهتموا بتحسين نتائج أي بالاهتمام بالجانب البيداغوجي أولا، اثنين هو تحسين البنية التحتية، ثلاثة هو الاشتغال على تقليص النقص الفادح في الموارد البشرية. نكونوا إن شاء الله إن شاء الله حاولنا باش نعملوا حاجة شوية من اللي لازم يتعمل في المندوبية الجهوية هذه. شكرا سيد نجيب. في كلمة ختام، مع انطلاق الموسم الدراسي توجه للتلاميذ وأيضا للأساتذة والإطار التربوي. نقول في بداية هذه السنة الدراسية هذه هي بداية لها ما لها وعليها ما عليها. نحب في نهاية السنة الدراسية نكون الكل محتفلين، كلنا فرحانين، عنا نتائج نفتخر بها، عنا علاقات وأجواء علائقية جيدة تفتحنا عليها وعملنا خير من اللي عملناها عام ناول، وهذه كسنة الحياة. ولكن الرغبات هذه تتطلب كثيرا من العمل، تتطلب كثير من الجهد، تتطلب كثيرا من الحوار، أيضا تتطلب بعض التنازلات أحيانا. إذن ماذا بينا إذا كان نوصلوا إلى مستوى أرقى، إلى علاقات أفضل، إلى نتائج أحسن. هذا طموح مشروع بحكم ما يبذل من مجهود، ولكن هذا ما يكونش بالكلام، لابد أن يكون بالفعل، ولابد من أنه كل طرف يطالب نفسه هو أولا بإنجاز ما عليه قبل أن يطالب الآخرين بإنجاز ما عليه. وقتها إذا كان بالروح هذه نجم نتقدم إن شاء الله، نجم نكون في وضع دائما أفضل لما فيه خير هذا الوطن.